قصيدة أوطاني إلى السيدة المستشارة أنجيلا ميركل. 50 عاما مرت علي وأنا أموت في بلاد العرب أوطاني، أسير الفكر مقيد الأحلام، وكأنني أتيت من كوكب ثاني، ولملم جراح شعب لم تثنه الحرب يوما، رغم آلامه ورغم كل أحزاني. أبحث عن وطن في دائرة مفرغة، أمضي وأنا أراوح مكاني. ما زالوا يخدرون الشعوب لكي لا تخضع لبديل الوطن الثاني، وفجأة أصحو على صوت يناديني: أين أنت أيها الفلسطيني؟ وأصحو من سباتي مذعورا، حتى في أحلامنا ما زلنا نعاني. قتلتيني بلطفك هذا، شكرا ميركل على جواز السفر الألماني. الفلسطيني الألماني معاوية أبو جمال، فيلندانك.